صينية المعكرونة بالبشاميل، كتير هي روعة وسريعة. نص كيلو لحمة مفرومة مدهنة، وبصلة مفرومة، وملح وفلفل أسود، وبنقلب حتى تنضج. معكرونة نص كيلو بنسلقها حتى تنضج حسب نوع المعكرونة، إحنا بنرقبها ممكن 5 دقائق أو أكثر أو أقل. هيك نضجت، بنصفيها من الماء، نعمل البشاميل، بنوضع أي نوع دهون. أنا وضعت زبدة وقليل من الزيت تقريبا مع بعض، 3 كوب مع بعض، انتو حسب رغبتكم نوع الدهون. نوضع بصلة صغيرة مفرومة وبنقلب حتى تدبل البصلة، بعدين نوضع 2 كوب دقيق 100 جرام، ونقلب باستمرار حتى تنسجم مع بعض. نوضع حليب 1 لتر، بنقلب باستمرار حتى تصبح سميكة مثل هيك. بنوضع أوريغانو معلقة صغيرة هي اختياري، والملح، وبنوضع فلفل أسود، وبنوضع قليل من الجبنة بنبشر، هي بتعمل تيست عالي، هو اختياري لكن بتعمل تيست كتير عالي للوصفة. وبنقلب حتى دوب الجبنة، بنوضعها على المعكرونة، بنوضع البشاميل على المعكرونة وبنقلبهم مع بعض. بنوضع قليل من البشاميل جانبا، بنوضعه حنستخدمه بالآخر. هيك بنقلب المعكرونة، بنوضع الطبقة الأولى المعكرونة، بنوضع طبقة اللحمة المفرومة، بنوضع طبقة معكرونة، وآخر شيء بنوضع البشاميل اللي وضعناه جانبا، بنوضع بشر جبنة مثل ما حكينا، الجبنة اختيار اللي بتعمل تست عالي. بنحمرها من أعلى، نحمر الوجه، وهيك أصبحت جاهزة. عندي أكثر من 500 وصفة صحية، المعني في الغذاء الصحي، اشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.